القاعدة والتاسعة الإخبارية مشاهدينا، أهلا بكم. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فريق مولودية الجزائر لتتويجه بلقب بطولة المحترف الأول لكرة القدم، حيث كتب رئيس الجمهورية على حسابه الخاص: هنيئا للمولودية عميد الأندية الجزائرية بلقب البطولة الثامن في تاريخه، هنيئا لجمهوره الكبير ولطاقمه الفني والتقني، تستحق اللقب عن جدار. هذا وكان فريق مولودية الجزائر قد توج مساء أمس رسميا بطلا للمحترف الأول لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه قبل 4 جولات من نهاية البطولة، وذلك بعد فوزه في الجولة 26 على جاره اتحاد الجزائر بهدف دون رد سجله محمد زغرانا في ديربي عاصمي حضره أكثر من 50,000 مناصر بملعب الخامس جويليا الأولمبي. وجاء تتويج المولودية بعد تعثر الملاحقين المباشرين شباب قسنطينة وشباب بلوزداد في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، وإليكم صور عن الأجواء مباشرة بعد انتهاء الدرب العاصمي بتتويج المولودية بالبطولة. نشكر جميع مسؤولي نادي مولودية الجزائر الموظفين ولاعبين الإدارة، ونشكر الطاقم الفني تاعنا والمدرب وجميع الستاف تاعو اللي عاونونا بزاف، ونشكر جميع اللاعبين اللي قدموا لي عليهم، ونشكر جميع اللاعبين يعني من حارس المرمى حتى لآخر لاعب معنا مام ليزيسبوار اللي كانوا معنا. ونقول لك فرحة لا توصف، نقول لك سي مون برومي تير تاعي في حياتي، ونوصف لك شنو تجي مع الشعب كيما هذا خاطر الغالي التقليدي تاع مولودية الجزائر، يعني فرحة لا توصف. الحمد لله اللي ربي وفقنا، الحمد لله فرحنا الشعب، الشعب هو اللي جاب هذا التيت، ان شاء الله هذوك نخمو الدوب لي لاكم ان شاء الله. الحمد لله فرحنا الشعب، حلو بليزير كي يكون الشعب فرحان، هذاك هو الصح. هذا فخر كيف تفرح هذا الشعب كي يعاود يولي بلاصتو، هذه البلاصه اللي يستاهلها البلدية، ومازال الخير القدام، مازال العوام جايين، هاك شو كي تشوف الشعب هذا كاع فرحان هكا، صافي بليزير، تمد كاع واش كاين، ومازال الخير القدام ان شاء الله. الحمد لله ربي ما خيبناش، والتتويج هذا مستحق، جوبونس الناس كاع على بالها بلي ميريتي هذا التتويج. من لا بريباراسيون روح كانت باينه بلي حنكونوا دي شامبيون، الحمد لله ربي ما خيبناش، خدمنا ووفقنا ووصلنا وين حبينا. وكان أنصار الفريقين قد صنعوا صورا فنية مميزة على مدرجات ملعب الخامس جويليا الممزوجة بألوان الفريقين.
طبعا أنصار المولودية صنعوا الاستثناء في العاصمة، خاصة في حي باب الود، حيث جماهير كبيرة جاءت للتعبير عن الفرحة والبهجة احتفالا بتتويج فريقهم بلقب البطولة الثامن في مشواره الرياضي. صغيرة مولودية وحياتنا بالمولودية، ومبروك علينا والعقوبة للمزيد إن شاء الله والدوبلي إن شاء الله. وجيران رانا جيران، خرجنا أون فامي كاع، على رانا لهنا لي فامي، رانا زعين والحمد لله، ومبروك علينا والعقوبة كوب دالجيري إن شاء الله. وديناها مع الياس ماما غير جيراننا من لا غالب، ديناها اليوم اليوم معاهم، ديناها لهم في صدادهم، وإن شاء الله الدوبلي كونتر سي ار بي زيدوا نربحوهم ان شاء الله، وتزهى العاصمه وتزهى باب الواد ان شاء الله. شوفونا تخواز زورلوج هنا، يعني دائما الفرحه راهي بيان سور، بيسكو تخواز زورلوج وباب الواد كاع مولوديه من بكري. وش غنقول لك، العقوبه المزيد ان شاء الله. على البحث اليوم شاب هايلا اليوم، كيف يقولوا ربحنا الياس ما بصح، خاوسنا خاوة ما بصح، كيف يقولوا بصح، قلب نص قلب. ثم كان الياس ما خواتنا، احنا ربحناهم ان شاء الله الشامبيونة وراكوب مع السي ار بي. اجواء رائعة بزاف، ونشكروا كاع لي جوار ومبروك علينا. وسيلة شبحتينا كاع باب الواد، ومعنا مع الفرحة هذه إن شاء الله مربوحة، هذا العام دوبلي بإذن الله. كما تعرفي باب الواد شبح البلاد، باب الواد ومولدية وما شبح البلاد، هذا العام دوبلي إن شاء الله. وهذه الآن النتائج الكاملة لمقابلة الجولة 26 من بطولة رابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم. دوليا، وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يدخل العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة يومه 25 بعد 200 بارتكاب أبشع المجازر بحق المواطنين الأبرياء، خاصة في شمالي القطاع، حيث شنت فجر اليوم الطائرات الحربية الصهيونية غارات عنيفة على مناطق متفرقة من مخيم جباليا، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10. في سياق متصل، أحرق جنود الاحتلال منازل ومحلات تجارية في عدة مناطق بالمخيم، فيما ارتقى شهيدا في قصف للاحتلال على منزل برفح جنوب القطاع. أما بالضفة الغربية فاستشهد فلسطيني وأصيب 8 آخرون الليلة الماضية في قصف للطيران الصهيوني على منزل في مخيم جنين.
يحدث هذا في وقت أعلن فيه مكتب الأممية المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نفذ جميع مخزوناته الإغاثية في غزة، مشيرا إلى أنه لم يبقى شيء تقريبا لتوزيعه في القطاع. يتزامن هذا مع تأكيد منظمة الصحة العالمية أن مواصلة إغلاق معبر رفح وعدم القدرة على الوصول إلى معبر كرم أبو سالم من شأنه زيادة نقص الإمدادات الطبية لفرقي الطوارئ في غزة. والقضية الفلسطينية تحرك الشارع المغربي الذي خرج في مسيرة احتجاجية تضامنية مع القضية الأم بالعاصمة الرباط قبل أن تقابلها سلطات المخزن بالقمع. المسيرة والتي تزامنت في ذكرى 76 للنكبة الفلسطينية تطالب بإسقاط التطبيع وفك الارتباط مع الكيان المحتل. نعود إلى أخبار الوطن وفي الرياضة من جديد. تواصل اليوم قافلة طواف الجزائر للدراجات مسيرتها في الطبعة 24 بإجراء المرحلة السابعة بين سطيف وقسنطينة على مسافة 129 كيلومتر فاصل 4. هذا وأدركت أمس هذه الدورة المرحلة السادسة بين ولايتي البويرة وسطيف على مسافة 186 كيلومترا ونصف الكيلومتر، حيث حسم المتسابق الجزائري حمزة ياسين السباق في اللحظات الأخيرة. اختم هذا الموعد الإخباري مشاهدينا، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.